الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. تفسير رؤية ملك على هيئة إنسان في المنام. رؤية الملائكة على هيئة إنسان في المنام تدل على قدوم الخير والنصر من الله عز وجل لصاحب الرؤية. رؤية الملائكة على هيئة بشر في المنام والله أعلم علامة على الرزق الذي يحصل عليه الرائي بعد معاناة شديدة من الفقر وضيق الرزق. الملائكة في المنام والله أعلم على هيئة إنسان يكون دليل على شفاء الرائي مما يعانيه من أمراض وإحساسه بالأمان بعد الخوف والله أعلم. عندما يرى الشخص في منامه الملائكة على هيئة شيوخ إشارة على العودة إلى الماضي والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الشخص يتحول إلى ملك في المنام على فك كربه والفرج بعد الشدة التي يعاني منها صاحب الرؤية. في المنام تشير رؤية إسرافيل وهو ينفخ في الصور في المنام على موت الرائي والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية إسرافيل ينفخ في الصور ويسمعه الناس جميعا في المنام دليل على انتشار العدل في هذا المكان بعد انتشار الظلم والطغيان فيه والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.